المدافع الأغلى في التاريخ. بس كده؟ طب نسيت توصف انه المدافع اللي جاب العيد، المدافع الأغلى يا رجل اسكت خلينا نتكلم نكمل كلامنا للعالم. المدافع الإنجليزي هاري ماغواير. ولد ماغواير في إنجلترا، تحديدا في شيفيلد، عام 1993 ميلادي. في عمر 18 بدأ مشواره الكروي، وتحديدا مع نادي شيفيلد يونايتد، وكان موهوب متميز في خط الدفاع. طبعا نتكلم عن لاعب طوله 1.94 متر، يعني مترين إلا، ما شاء الله تبارك الله. وبسبب الموهبة العالية هذه انتقل لنادي هال سيتي، وبعدها بفترة انتقل لنادي ليستر سيتي، يعني عرض وراء عرض. طبعا بعد هذه المسيرة الناجحة انضم لمنتخب انجلترا، لا وهي سنة واحدة وصار كابتن المنتخب. وفي عام 2019 كانت النقطة الفارقة في حياته، جاله عقد دخله التاريخ، 105 مليون دولار مع نادي مانشستر يونايتد، المدافع الأغلى في العالم. حسرة عليك، أكثر مدافع كنت شود ظفاري. ماغواير في البداية كان مبدع مع اليونايتد، لكن من المحال دوام الحال. صار هذا اللاعب بعد فترة مسخرة للجماهير في السوشيال ميديا، مو جماهير الإنجليز بس، حتى جماهير مانشستر يونايتد. تسهل مراوغته، أي مهاجم يعدي من جنبه بكل سهولة، أهداف بالجملة وهو يتفرج. وبعدها يعني مش يخرج من الدخان هذا، لا أعرف ماذا يسموه، لكن هذا اللي يخرج نثره في المحيط الهادي. يا هاري يا ماغواير، حيرتنا معاك وجننتنا. شاهد كل مباراة خطأ، كل مباراة كارثة، كل مباراة هدف عكسي، يعني لديه سجل أهداف عكسية أكثر، يعني لو يتم احتساب الأهداف العكسية كأهداف مسجلة للمدافع فهو سوف ينافس محمد صلاح على هداف الدوري الإنجليزي الغير ممتاز. لو الغريب صار يتسبب في إصابات لزملائه بيلي، بوجبا، رونالدو، كلهم جاهم إصابات، والسبب صاحب ندى. تصوروا معي اللي ضربه هو هاري ماغواير، مش أي لاعب، مش أي. حتى إن مانشستر يونايتد استقبلت شباكه 57 هدف في الموسم، وهذا الرقم كبير جدا، وأبعد مانشستر عن المنافسة على اللقب أو حتى دخول بطولات أوروبا. الله يا أخي، أنا أظن هذا المستوى كله لأنه محسود من واحد كان يجلي في الدفاع ويشوط ضفاري. أكيد تعرفه يا منصور. عارف، في أمان الله.